وأنتم ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة عن عادة إحدى البلدان حرق جسد الميت وتحويله إلى الرماد ويوضع في زجاجة، أليست تقاليد هي المسلم من جهة وضعه داخل صندوق؟ لما ما قلتش إن حرق الأجساد ده كويس، أنا بقول في ناس بيحرقوا، لكن ليس عندنا هذه العادة أبدا في حرق أجساد الموتى، بل إن إحنا بناخد بركة أجساد القديسين وبنحتفظ بأجساد الموتى العاديين إلى يوم قيامتهم. ويوسف الصديق أوصى من جهة عظامه أنهم لما ينتقلوا من أرض مصر، واهتمام إبراهيم أب الأباء بمكان دفناه، وكذلك أبناء إسحاق ويعقوب الأخ، بيقول اعتقدنا في وضعه داخل صندوق ووضعه في مقبرة من حيث أعطاء فرصة للرب لإعلان إرادته في إبقاء بعض الأجساد البارة دون تحليل، أمثال القديس ستهم بشيء. طبعا كويس إن احنا نحتفظ بالأجساد، ما حصلش عندنا أبدا حكاية حرق الأجساد. مش معقول واحد أبوه يكون عيان يجيب له دكاترة من شرق وغرب ويصرف عليه ويتداين، وأول ما أبوه يموت يحرقه بنار؟ ده كلام ده يعني حاجة مش معقوله.